يعني دايما لما بيكون في ظهور يعني لأم النور بيبقى الناس بتتساءل، طيب هل مثلا الظهور ده يعني ليه علامة معينة، أو نقدر نقول مثلا يعني هدف السماء من الظهور، هل كان في يعني رسالة حضرتك يعني قدسك تحب تقولها لنا مثلا كان لهدف الظهور؟ أكيد طبعا كل حاجة ليها هدف. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت في الوقت ده كان يعني الأحداث والنكسة بتاعت 67 والحاجات دي والشعب، يعني أكيد ربنا حب يفرح مصر كلها. يعني في الحقيقة إن كان يطمننا يعني ظهور العذراء كان ليه أهداف كتير جدا. يعني تأكيد الإيمان بتاعنا، إيماننا صادق وأكيد. يعني أنا لما بيجي مثلا واحد في سر الاعتراف ويقول لي يا ابونا أنا عندي شكوك وأنا إيماني مهزوز، بقول له ده إحنا العذراء الزيتون. أنت قابل أي واحد بس وقول له العذراء، قول لي العذراء ظهرت إزاي، هكلمك على العذراء. العذراء اللي إحنا شفناها دي أنت ممكن تشك بعدها وكده. فطبعا كان تأكيد لإيمان كنيستنا إن هي أم النور واللي ظهرت. كانت بتظهر بأشكال مختلفة، يعني مثلا ممكن تظهر وهي حاملة للسيد المسيح تأكيد لعقيدة التجسد وإن هي ولادة الإله. كانت ممكن تنحني قدام الصليب، يعني لجلال الصليب، يعني العذراء تنحني قدامه. كانت تظهر مصلية تدعونا كلنا إن احنا نصلي. كانت تظهر وهي بتبارك الشعب أو بتطلب من أجلهم يعني شفاعتها. برضو ظهور العذراء حسستنا إن احنا فعلا السماء بتهتم بينا، يعني ربنا حاسس بينا وبيبعت لنا تعزية من السماء وبيفرحنا. طبعا حصل نمو في الإيمان يعني بطريقة جامدة قوي. النهاردة يعني كل الناس مثلا يقول لك أنا عايز أسكن جنب العذراء. حصل ليه كده؟ لأن كل واحد ارتبط بالكنيسة وربنا قوي، وحس هو نفسه يكون في المكان اللي كانت ظاهرة فيه العذراء. زيارات الناس الكتيرة اللي هي بقت موجودة النهاردة والمعجزات اللي كانت بتحصل وما زالت تحصل برضو، دي كانت بركة من بركات ظهور العذراء اللي هو ربنا ادهنا يعني ومتعنا بيها. يعني حتى كمان يعني المنطقة، كمان منطقة الزيتون دلوقتي، يعني أي حد يقول منطقة الزيتون يعني يمثلها اللي فيها كنيسة العذراء اللي ظهرت فيها، يعني حتى كمان المنطقة هي مرتبطة بقت مشهورة ومعروفة بكده يعني. ده حتى بس مش جوه مصر. يعني الواحد لو سافر أي مكان وحد يسمع إن احنا من كنيسة العذراء الزيتون يفرح قوي، يقول كنيسة العذراء اللي ظهرت فيها العذراء. برضو من ضمن الحاجات كنا بنسجل في احتفالية عن ظهور العذراء تقريبا كان 40 سنة، فمن ضمن كانوا جم بالصدفة كده، كانوا في مصر، كان في مجموعة اسمها مجموعة عذراء الزيتون، كان أبونا من روسيا اسمه برشانوفيوس، وكانوا بيتبعوا ظهور العذراء في العالم. يعني فمن ضمن الحاجات اللي قالها، قال إن ظهور العذراء في الزيتون من الحاجات اللي حاربت الشيوعية في روسيا. يعني الإيمان ده انتشر، ما كانش ظهور يعني هنا مش بس أثرت في مصر أو في يعني مش لوكال هنا في مصر بس، لا ده بس بالعكس على مستوى العالم كله، الصحف العالمية كلها كانت بتنشر الخبر. أكيد ناس كمان كتير جات من بره برضو تشوف جداً بنفسها جداً من كل الأجناس ومن كل الطوائف من كل الأديان. فعلا كان حاجة جميلة جدا إن الكل يتمتع بالعذراء وهي كانت بتظهر في الزيتون.